اهلا بكم في كل مكان على امتداد بث قناه الشروق الفضائيه. حلقه جديده من الشوق والريد، سياحه عامه في عوالم الراحل المقيم العبقري ابراهيم الكاشف. وتجول ابراهيم الكاشف عبر الحانه من زي ما قال عماد قبل كده، من كل بستان زهره. وهو تجول في حدائق كثيره من الشعراء، وسال منها انظره واجملها طبعا بطبيعه الحال. ونهل ايضا من بستان صديقه على حسب ما تم او روي عبيد عبد الرحمن، وهو تقريبا من الناس يتعاملوا معه كثير جدا، سيد عبد العزيز وايضا عبد المنعم عبد الحي اللي هو عرضنا حلقته في الايام الفائته تو حتعرض حلقته، وكذلك السير احمد قدور. وابراهيم الكاشف توقف في محطه الشاعر طه حمدته، وشال من طه حمدته الفؤاد المسلوب، وشال ظلموني الناس اللي هي موضوع حلقتنا لهذا اليوم. ولم يعرف قبلها طه حمدته كشاعر، بل كان معروف كمعلق رياضي باسلوبه وطريقته في التعليق الرياضي لجيل محدد. يعني طه حمدته شهرته يعني وسط الافاق في المجال الرياضي، ويعد من اعظم معلقي مباريات كره القدم، احتمال يكون في جيل ما حضروا يعني. وكتب المعلق الزاعر الرياضي المعروف الراحل طه حمدته، وهو قليل الكتابه الشعريه يعني، ما معروف انه شعره كثير. كتب اغنيه الوسيم تغنى بها استاذ الراحل المقيم الفنان احمد المصطفى، وسيم القلبي رادو، جمال حازم فرادو، ماله لو مره افتكرني، ماله لو انجز ميعاده، وتغنوا بها فنانين شباب كتار جدا منهم محمود عبد العزيز بطبيعه الحال. كتب اغنيه القلب الماسور فنان صلاح محمد عيسى ايضا، وكتب لابراهيم الكاشف الفؤاد المسلوب زي ما قلنا قبل شويه. طه حمدته ولد في بدايه العشرينات في مدرمان بحي بيت المال، وهو اول من خطط ميدان كره قدم، دي معلومه مهمه جدا، لمربعات سماعيا في عبر الراديو يعني عبر اذاعته خطط الميدان. لمتابعه كره القدم بشكل اكثر يعني خليك في الصوره عبر الصوت. هو شيخ المعلقين الرياضيين في السودان واقدمهم، والكل يذكر طه حمدته، يذكر العصر الذهبي للكره السودانيه، ونتمنى يعود ثاني العصر الذهبي للكره السودانيه في بوارق امل هنا وهناك ان تعود كرتنا السودانيه. صاحب اداء عالي جدا المذيع طه حمدته كما اسلفت في التعليق عليه كره القدم، دي معلومات حاولنا نقولها عن شاعر اغنيه موضوع الحلقه اليوم ظلموني الناس. للمعلومه العامه، في كتاب تاريخ الاغنيه السودانيه لمعاويه حسن ياسين اختلفوا الناس. معاويه حسن ياسين بيقول انه هذه الاغنيه من كلمات طه حمدته، لكن يختلف البعض مع انه الاغنيه لشاعر اخر غير مذكور. احنا ما لقتنا معلومه انه منو ممكن يكون شاعر الاغنيه غير طه حمدته، لانه كتار جدا مختلفين حول هذا الموضوع. دي معلومه حاولنا نوضحها للناس بشكل عام عشان الحقوق، وعشان نعرف اذا في لغط حاصل فيما يخص الاغنيه. خالد مساء الخير. مساء النور محمد، ومساء النور على مشاهدي قناه الشروق والشعب السوداني الطيب. تسلم يا ربي. عماد كيف احوالك؟ مساء الخير ورمضان كريم مرة ثانية وثالثة ورابعة، والناس تصوم وتفطر على خير. هنغني عن الظلم الليلة لأول مرة. الكاشف أغاني ما فيها الظلم ده كثير يعني. والله هو فيها مناجاة، فيها المحبة. الظلم داخله فرح، داخله محبة وداخله. ظلموني الناس وتنكروا لي خالد. جورده كثير. الشير نظعته. نعم. نديه فرصته في الكلام. والله هذه فرصة طيبة إنه نحن قبل ما نتكلم عن النص بتاع طه حمدته، حقه يا أستاذ محمد، أنت عارف نفس الفزلكة التاريخية اللي استخدمتها المرة اللي فاتت. الآن محمد حامد جوار في معية أسرار بابكر قدم أغنية موطني. نعم. في مهرجان اللغة العربية في المغرب العربي. صحيح، هي موطني. وكما القديل شارك رحمة الله عليه بأغنية حورية في القاهرة برضه. صحيح. كان
عمر جحفر ومحمد زين العابدين شاركوا في الجزائر المغرب العربي في المغرب العربي أيضا وفازوا بجائزة التلحين المؤلف الموسيقي. نعم ده يرجعنا للكاشف واختياره للنصوص طه حمدته والكلمات دي بالذات. الإيقاع الآن المستخدم في الأغنية هو إيقاعات السامبا ده وبرضه من كان من الإيقاعات في الفترة التاريخية دي هي المستخدمة في أدوات التلحين والشائع كان. نعم صحيح. نعم. لكن الصحيح إنه الكاشف أنا أذكر إني قلت إنه يحتاج المؤلف الموسيقي أحيانا لأنه يستخدم أدوات فلسفية في التلحين. يعني ما محتاجين للمازورة الموسيقية ونخطها تكون مضبوطة وفيها الأشكال الموسيقية مضبوطة، لكن نحتاج للحليات والزخارف ونحتاج لأنه نعمل جزء كبير جدا من الأدوات الفنية الراقية جدا فينا طلع المازورة والحقل الموسيقي الواحد مجموعة الثمانية وزير اللي هسي ممكن لحن بابي بشكل يا الفاتح السوناتا اسمه السوناتا طريقة السوناتا في التلحين. الآن الطريقة كل ما نكتشف يوم جديد كل ما نكتشف إنه الكاشف قدم محاضرات عن الأعمال الفنية في المؤلفات الموسيقية بدرجة أعلى جدا. الأغنية كلماتها بسيطة ومعبرة ظلمون الناس ومفردة سودانية طبيعية عادية ولكن الإيقاع المستخدم هو إيقاع السامبا يحلو للشباب السالسة والسامبا الآن في نفس الوقت والموازير حقة الأغنية معدودة بسيطة وهي دائرية تمشي وتجري نفس الكلام بنفس الطريقة. لكن المميز في أغنية ظلمون الناس إنه يعود الكاشف بالطريقة بتاعت استعراض مهارات صوت التينور ولأنه الكوبليت الثاني من الأغنية بالضرورة لازم يغني في الأوكتاف المنطقة الأعلى هي المنطقة الأعلى الصاخبة في الصوت وكان أصلاً هو ده الصوت الرنان في طبقة صوت الكاشف. المميز أيضاً برضو إنه الآن طبقة الصوت حق الكاشف في التينور ولكن أيضاً يستخدم طبقة الباص. الأغنية تبدأ بنفس العبارات البسيطة المدخل البسيط للأغنية ظلموني الناس وتجنوا علي دي عبارات داخلة في مؤلف موسيقي بادي من المنطقة الخفيضة في الصوت وينتقل بعد ذلك بالأداء إلى المنطقة العالية في الأوكتاف عشان يظهر الإمكانيات العالية في أغنية ظلموني الناس. ظلموني الناس أيضاً جاءت بنفس الطريقة اللي قام أصبحت فيها المشاركة العالية جداً من الجمهور في الأداء. والآن يردد المغني يردد المذهب الأغنية وتستطيع أنك تغني معه ولكن تحتاج لأنه يكون عندك طبقة صوت. الأغنية بالذات ظلمون الناس محتاج أنه يكون عندك طبقة صوت وقدرة على التنفس بشكل جيد. بالمناسبة أنا حييت أسرار بابكر لأنه أسرار بابكر لها التحية ورمضان كريم عليها وعلى أستاذنا محمد حامد جوار كل الشباب خريجي كلية الموسيقى والدراما الفنانين قادرين على التنفس الصحيح وهم يؤدوا الأعمال الفنية. لكن أسرار هي عبارة عن نموذج حقيقي للكيفية كيف يتم التنفس بالشكل الطبيعي حتى تستطيع أداء الأغنية. نتمناها ترجع ثانية للساحة والله مفتقدة كثيرا وهي توعد بأنها ترجع. عماد وظلموني الناس إذا عندك فيها كلام. والله ما أقدر أضيف إضافة كذا أصلا أغنى الكاشف ده هو بيعبر عن نفسه يعني ظلموني الناس من الأغاني الخفيفة الرشيقة والممكن يعني تدخل لأذن المستمع بدون إذن سريعة الحفظ وسلسة زي ما بقوله تمام نقولها وراغصة في نفس الوقت يعني.
ظلموا الناس وجاروا علي الجار دقت علي ما شوي ظلموا الناس وجاروا علي الجار دقت علي ما شوي رفقا يا ملا حبي وبيع عشان حبك ظلموا ظلموني الناس وجاروا علي الجار دكتي علي ما شوي فن يا ملا حبي وبيع علشان حبك ظلموني ظلموني الناس وتنكروا لي انت المحبوب مشاعر مالي بإحسان قاصد إلي علشان حبك ظلموني الناس ظلموني الناس نسيوا هواي الأشياء وكلامي برا ظلموني
تعاون شديد صح؟ يا أخي شكرا لكم. بعدين الليلة في سلطنة كده حاصلة، أنا ما فاهم سيرة الغني ولا الموت الحاصل شنو ما فاهم. شكرا الكورديون، شكرا ساكسفون على السولو الكان. يا ريت تكون السلطنة طوالي حاصلة في كل الحلقات. ما أعرف ليه يا خالد طوالي تخيلتها. خيلت إنه في شهرستون كده في شعر كتير. أيوة. في حفلة غنية دي، والله ما أعرف الخيال دي جاني من وين. عارف يعني تخيلتها في زمن ما إن ممكن تكون دي الغنية المسيدة الساحة في الوقت ذاك. يعني ممكن يكون إحساسنا ده إحساس صحيح. أنت أكبر مننا بالمناسبة ولا ما أعرف؟ لا أكبر بكثير. لكن حقيقة خلينا أول حاجة في امتداد عملية الشكر للأوركسترا والشغل الجميل كتر خيركم، يعني حاجة جميلة. لكن الشكر الكبير برضو للثر من معلومات مدانا به أخونا الباحث سراج الدين مصطفى. والله ده يعني أنا أعتقد أنه مجهود ضخم جدا كونه نحن، لأنه الحقوق الملكية أحيانا تستدعي في أنك أنت يكون مصدر المعلومة حقيقي وموجود قاعد في توظيف مكان. شكرا للمجموعة الموسيقية طبعا بالتأكيد طبعاً. المخارج الجيدة من عماد وكذلك. لكن رجع لكلامك بتاع شارلستون، الصحيح فعلا انه وقتها لما لحنت الأغنية كان هو امتداد لعملية المواكبة التاريخية والمواكبة الموجودة عربيا وافريقيا كذلك بنفس المستوى، وذلك امتد اللحن بهذا الجمال الكبير من الكاشف. فكان الخنفس فكان الوكيد فكان البنغوس. حضرته انت يا عماد الخنفس ده، حضرته بيني وبينك خنفس يا ريستون كده صعب يعني صباب الطاحونه يعني حاجه ما حضرته لكن انت ما حضرته. لا 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 كويس نهاياته كده. شكرا على ادائك يا اخي، الله يديك العافيه. خالي شكرا لك، شكرا تسلم يا رب. شكرا لكم في كل مكان، ان شاء الله استمتعتوا يا رب. بكره ان شاء الله حلقه جديده شوق اريد، لحد بكره. Shogore.